امبارح انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الصورة دي بتحمل ربما رسائل ومعاني إنسانية كبيرة جدا لقيمة ولدور المعلم. كان في مجموعة من الطلاب في رحلة مدرسية، وأثناء فترة تناول الطعام قرر المعلم ده إن هو مش هياكل لغاية لما يأكل أحد الطلاب من ذوي الهمم. ربما الصورة دي تم تداولها بشكل كبير، وكل التعليقات كانت إشادة كبيرة جدا بموقف هذا المعلم الإنساني. احنا معنا عبر زوم الاستاذ مصطفى شرف الدين، رئيس مجلس امناء مدرسه كوم النور بالدقهليه، واللي صور الموقف ده خلال الرحله. صباح الخير يا فندم، بنقدم لك التحيه في بدايه هذا الامر على التقاط الصوره، وعايزين نتعرف منك على تفاصيل هذه الرحله اللي كنتم فيها وكواليس التقاط هذه الصوره. صباح الخير يا استاذ مصطفى، صباح الخير يا استاذه منى. اهلا وسهلا. والله انا سعيد ان حضراتكم بتسلطوا الضوء على الحالات الجميله اللي بتعبر عن المجتمع المصري الاصيل، والحمد لله احنا يعني عملنا اللي يمليه علينا ضميرنا تجاه اولادنا. بدايه انا رئيس مجلس امناء مدرسه ومنظور للتربيه الفكريه بمحافظه الدقهليه. المدرسه دي هي المدرسه الوحيده على مستوى محافظه الدقهليه الفكري اللي بتشتغل بالنظام الداخلي. بصراحه ربنا رزقنا بمديره في شهر 9 اللي فات كده للمدرسه. انا من دوري ان انا بروح اتواصل مع المدرسه واحضر اجتماع معاهم مره كل شهر، نشوف احتياجات المدرسه ونشوف لو هنعمل حاجه مشاركه مجتمعيه. من ضمن الافكار اللي جت واحنا بنتكلم ان احنا اولادنا بنستلمهم من يوم الاحد لحد يوم الخميس، بناخدهم من اهاليهم يوم الاحد يستلموهم مننا يوم الخميس بعد الظهر. فاقترح احد الزملاء ان احنا عاوزين نعمل رحله نفرغ فيها طاقه الاولاد او نوريهم نخرجهم يعني من المكان وكده. طبعا اول عقبه كانت قابلتنا اللي هو تكاليف الرحله، فانا قلت لهم انا كرئيس مجلس امناء ان شاء الله متكفل بالاتوبيس والمشاركه المجتمعيه، جبنا بيها موافقه. وبعدين؟ معاك، اتفضل يا فندم. اتفضلي. اتفضل حضرتك كمل. حددنا الميعاد، احنا المدرسه عندنا قوتها 102 طالب، قسمناهم على دفعتين. كام طالب؟ عشان المدرسه 102 طالب. 102 طالب. ابتدائي واعدادي وتلمذه اللي هي التلمذه الصناعيه يعني تمهيد وكده. قسمناهم على دفعتين، في الدفعه الثانيه اللي هي كانت يوم الاربعاء اللي فات زي امبارح 4 يناير، كان البرنامج بتاعها هنزور احد المشروعات القومية والمعالم الأثرية اللي هو المتحف القومي للحضارات. البرنامج بعديه هنعزم ولادنا على القرية الفرعونية، ثم هنختتم ببانوراما أكتوبر. توافق معاد القرية الفرعونية مع معاد الغداء بتاع الولاد. قبل ما نخش القرية من جوه نفسها في بارتيشن بره كده في انتظار، اخترنا مكان كويس فيه وقعدنا بالولاد عشان نديهم وجبة الغداء بتاعنا. انا بعد ما الغداء اتوزع كلنا بنبدا نبص ونشوف الولاد في حد حاجه ناقصاهم، في كلام من ده، فانا بلف في المكان عشان اشوف لو في حاجه ناقصه او كده. شدني منظر الاستاذ ابراهيم بصراحه، انا وقفت قدامه يعني. انا يمكن حضرتك لما تشوف الصوره انا بيني وبينه حوالي 7 أو 8 متر، يعني الصوره بعيده فعلا، وانا مزوم، كنت مزوم عليه وشدين المنظر وهو واقف. يعني انا يمكن اول مره اقول الكلمه اللي انا هقولها دي، في البدايه الاستاذ ابراهيم كان ماسك منديل بينظف مناخير عمر، كان في حاجات وكده في تفاصيل تفاصيل صغيره بتدل على الاهتمام. دي تفاصيل صغيره انا والله ما قلتها لحد قبل كده. بعد ما خلص قام مغير المنديل ومسح ايديه وجاب منه كوبايه ميه كده، قام شاطف في ايده من الازازه وبدا ياكل عمر، لان عمر مش قادر ان هو ياكل. انا صورته حوالي 4 أو 5 صور، وبعد ما خلصنا ودخلنا القريه الفرعونيه وزمايله كلهم بصراحه كل واحد كل مشرف مسؤول عن 3 ولاد قام بدوره زي الفل مع اولادنا، كانت رحله ناجحه جدا. وانا في الاتوبيس بقى بدات اشكر الناس كلها وشكرت الاستاذ ابراهيم تحديدا، قلت له يا استاذ ابراهيم انت ونوره لكم عندي شكر خاص. نوره ديت عامله كانت كنا مطلعينها مرافقه لطالب واحد بس، شايلاه على كتفها طول الرحله لانه هو عنده اعاقه حركيه. انا يا استاذ ابراهيم صورتك،
الموضوع ده يزعلك؟ صحيح. قام قال لي صورتني ازاي؟ قلت له صورتك كنت في الموقف كذا كذا ووريته الصور. ايوه. قال لي والله ده صور جميله جدا وانت عارف انا يعني عاملها بتلقائيه. قلت طيب له ما طيب عشان عارف انك بتعملها بمعنى بتلقائيه. بمعنى تاني يعني، هل كنت تتوقع بقى ان الصوره دي يعني هتحظى لا بهذا الاهتمام وهذا لا بصراحه الصدى؟ لا، نعم. بصراحه لا، انا لما حطيت الصوره على الفيسبوك عندي يعني قلت ايه، انا اتمنى ان الدوله تتحرك عشان الاستاذ ابراهيم ده لما يتكرم من القياده هيبقى مثال يحتذى به لكل المعلمين حتى اللي في التعليم العام، ان النهارده المعلم يقوم بدوره على اكمل وجه. المعلم مش مجرد معلم داخل الفصل، لا، المعلم هو اب لكل طالب داخل المدرسه. تمام. فانا كنت يعني لما حطيتها حتى انا بعتها في رساله للسيد وكيل وزاره التربيه والتعليم في الدقهليه وكتبت له كده تحتها بحلم ان حضرتك هتكرمه او على الاقل هتبعت مدير الاداره يكرمه. طب خليني اعرف شويه تفاصيل منك يا استاذ مصطفى. استاذ ابراهيم يعني مقيم هو وباقي الاساتذه مع الشباب الموجودين في المدرسه الداخليه، ولا النظام بيبقى موجود ازاي؟ هل عندكم مدرسين للاقامه ومدرسين تانيين للفصول، ولا احكي لي يعني الوضع في المدرسه ازاي والتعامل مع الطلاب، كل مدرس مسؤول عن كام طالب، كل التفاصيل دي. بص يا استاذه منى، احنا مدارس التربيه الخاصه اللي هي الفكري تحديدا، لان الفكري ده هو اصعب الاعاقات. احنا الاعاقات عندنا ثلاثه، ربنا يحفظ ولادك كلهم. نعم. السمعي والمكفوفين والفكري، فالفكري ده هو اصعب الاعاقات. اليوم الدراسي عندنا عباره عن حصص عاديه خالص، كل فصل بيبقى القانون بيقول الفصل بتاعنا من 6 ل 10 طلاب عشان الفصل يتفتح. بعد انتهاء اليوم الدراسي الساعه 1:30 الطلاب بتنزل للغدا، المدرسة مزودة بمطبخ في طباخ وفي مشرف تغذية وفي مشرف صحي وما إلى ذلك. الولاد بيتناولوا وجبة الغداء، في بعض الطلاب بيروح اللي هو من البلد واللي أهله راغبين إن هو ما يباتش، وفي طلاب تانية بتقيم في المدرسة من أماكن أبعد. من أنا عندي ناس من كرنس، عندي ناس من نابورو، عندي من شمال الدقهلية يعني بالرغم إن إحنا جنوب الدقهلية. بعد اليوم الدراسي في مدرس بيستلم الطلاب من الساعه 1:30 للساعه 2:30 على ما يجيله مسؤولين الدخل. احنا الدخل ده عباره عن مجموعات عمل بيذاكروا الطلاب، بيكسبوهم مهارات، بيربوهم، بيعملوا لهم يعني اللي هو بابا ومامته في البيت هيعملوه هم بيعملوه في المدرسه لحد الساعه 7:30. الساعه 7:30 بيجي بقى يستلم منهم ورديه ثانيه اللي هي ورديه المبيت. ورديه المبيت عباره عن مشرف اجتماعي او اخصائي اجتماعي للولاد واخصائي اجتماعي للبنات، مشرف تغذيه، اثنين عمال عامل للبنين وعامل للبنات. احنا ولادنا دول مدرسينهم بيدخلوهم الحمام، ولادنا دول مدرسوهم بياكلوهم، ولادنا دول بيذاكروا لهم، وبعد ما بيخلصوا واجبات اليوم الدراسي واستلموا مشرف المبيت صحيح بيباتوا لحد الصبح. صحيح. الساعة 7:30 الصبح ينزلوا ياخدوا الفطار بتاعهم ويقوموا في الطابور. على أي حال يعني في رسائل كتير ربما من هذه الصورة، وفي رسائل أكتر من هذا الموقف الإنساني. بنشكرك الأستاذ مصطفى شرف الدين رئيس مجلس أمناء مدرسة كوم النور بالدقهلية على هذه الصورة وعلى هذا التوضيح.